السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الأول الابتدائي، حبايبي الحلوين اللي طلبوا مني ريفيجن على اليونتس. إن شاء الله إحنا مقسمين الريفيجن دي. طبعا إحنا قبل كده كنا نزلنا 1 و 2 و 3، لو حد مش لقيهم أنا ممكن أعملهم تاني، وممكن أعمل لهم يعني أبعت لهم اللينك بتاع الفيديو ده. دلوقتي هنشتغل في 4 و 5 و 6، وان شاء الله المرة الجاية هناخد اخر 3 units اللي هم 7 و 8 و 9. النهاردة حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع اهم الحاجات اللي جات في unit 4. طبعا احنا اخدنا numbers، numbers اللي هي الارقام. طيب احنا هنستعمل الارقام في ايه وايه هي الارقام دي؟ عندنا ممكن ان انا اكتب الرقم كده 1 كده بالديجيتس، دي اسمه الديجيتس، وممكن اكتبه كده بالليترز بالحروف، يعني الوان ممكن اكتبها كده، ممكن اكتبها O N E. طيب 2 T W O ممكن اكتبها برضو بالطريقة دي، 3 T H R E E قلنا E و E ورا بعض همدي فيها شوية تبقى 3 3، ال T H حرف الث ث، 4 اللي هو رقم 4، 5 5 6 6 6 7 7 8 8، عندي جي والاتش مش هنطقها، فهنطق اي اي والتي على طول، انما الجي والاتش مش هنطقهم في كلمة 8. طيب يا جماعة احنا عندنا هنا how old are you، سؤال خطير ومهم جدا هسأل بيه عن السن. الارقام اول حاجة طبعا علشان for counting، علشان اعد، لو انا قلت لك count to 5 عد لغاية 5 فانت هتقول لي 1 2 3 4 5، ده معنى انه اعد لحد 5. طب يعد يعني ايه يا ميس؟ يعني count، count يعد. طيب لو انا قلت لك بقى قول لي عندك كم سنة، فالسؤال هيكون how old are you، اتفقنا السؤال فيه are you يبقى الاجابة على طول يبقى فيها I am، علشان انا بسألك بقول لك انت عندك كم سنة، فطبعا مش هترد تقول لي انت عندك مثلا 6 سنوات، لا هتقول لي انا عندي I am. كده هنفهم حاجة حلوة خالص، ان يو لما اشوفها هيجي معاها ار، وان اي لما اشوفها يجي معاها ام، ممتازين. طيب اي ام ايه؟ اي ام 6، يعني انا عندي 6 سنوات. لو انا تميت ال6 سنوات هقول لك هابي بيرثداي، اخر حرف ده واي. طيب happy birthday يعني عيد ميلاد سعيد. برضو كلمة birth ال T وال H هنطقها س، زي ايه يا حبايبي؟ برافو، زي ال T وال H اللي موجودين في كلمة 3 اللي هو رقم 3. بقية الارقام عندنا 9 N I N E، 10 11 12 13 14 15. هنلاحظ حاجة جميلة جدا، اني عندي كلمة 13 13 تنتهي ب T-E-E-N، 14 برضو تنتهي بنفس المقطع T-E-E-N، 15 في حبايبي يعملوها 15 غلط اسمها 15، يبقى 10 ديت خاصة بالارقام اللي بعد من اول 13 طبعا لحد 19 احنا ما كتبناش هنا، انا عايزك بس تشتغل معايا دلوقتي لحد 15. اتفقنا من شوية ان كلمة count معناها يعد، count to 10 يعني عد للرقم 10، count to 5 عد للرقم 5 وهكذا. طب بنستعمل ارقام في ايه تاني يا ميس علشان نقرا مسألة؟ زي ايه؟ زي لما اقول لك كده 3 and 4 is 7، 3 and 4 is 7، معناه ايه الكلام ده؟ 3 طبعا اللي هو رقم 3،
and يعني plus زائد. طب 3 وازود عليها 4. برافو عليك. ونعد مع بعضينا كده after 3 ونطلع على ايدنا 4. بعد الثلاثة 4 5 6 7. برافو 7. يبقى is دي بتساوي عندنا في الانجليش يساوي، يعني يساوي 7 اللي هي 7. يبقى فهمنا الكلام ده معناه ايه؟ انه 3 and 4 is 7. 3 و 4 يبقوا 7. اللي بعدها 1 and 6 1 plus زائد 2 6 is كام يا حبايبي؟ is 7. شاطرين. بعد كده جايب لي الفرق ما بين حرفين مهمين جدا ال O وال C. يا ميس ده لو احنا لفينا السي كمان شوية كده هتتقفل وتبقى شبه الاو. السي يا جماعة مش هنطقها سي هنا، هنطقها كاف، زي حرف الكاف هنطقها ك ساوند. طيب انما هنا في الاو زي كلمة امنية، اويل، اوليفز، امنية، اويل، اوليفز، اوليفز يعني زيتون. برافو. كده هنشوف بقى كلمة كاندل. طبعا الاو يا حبايبي هو حرف متحرك، فاكرين الحروف المتحركة اللي هما الاي اي اي او يو. هنا اويل يعني زيت، واوليفز يعني زيتون. وطبعا هنا اسم شخص، اسم الشخص دايما بيبقى حرف كابيتال، والاول كابيتال بتبقى طالعه فوق السطرين، انما الاو سمول هتبقى شاطرين محبوسه ما بين السطرين. حرف السي يا حبايبي قلنا هنطقه سي لما يجي بعديه اي واي واي. اي حرف من الثلاثه يجي ورا السي هتتنطق سي. انما كلمه كاندل شمعه، كايرو القاهرة، كارد يعني كارت، كلمة color ألوان، colors colors ألوان. يبقى السي هنا نطقتها كاف ك ساوند. ليه؟ علشان مفيش بعدها ولا اي ولا اي ولا واي. برافو. ايه هي الكالرز اللي عندنا؟ عندنا كلمة black، black يعني اسود، blue، green، red، orange، yellow. يلا نقولهم تاني: black، blue، green، red، orange، yellow. اسود black، ازرق blue، اخضر green، احمر red، برتقالي orange، اصفر يلو. الواي في الاول هنطقها كأنها حرف الياء. ممتازين. طب تعالوا مع بعض نحل الاسئلة دي. بيقول هنا choose يعني اختار. يلا الشاطر يحل ويختار قبلي. نوقف الفيديو ونحاول نحل لوحدنا، وبعد كده نسمع الفيديو تاني ونشوف حلينا صح ولا غلط. اول واحدة بيقول 3 and 6، 3 و 6 is. نعمل المسألة اللي احنا كتبناها من شوية. 3 plus 6 اللي هي 6 هتدينا كام؟ بعد ما نعد هيطلع 9. ممتازين. orange، cake، leaves، is a color. برافو. كلمة color يعني لون. يا ترى اني واحدة في دول لون؟ ممتازين. orange، orange هنا لون. 2 and 8، 2 و 8 is. برافو. 10، 10. We eat، eat معناها نأكل. طب احنا بناكل ايه؟ candles ولا cards ولا cake؟ هناكل ايه؟ برافو عليك، وهناكل cake. طيب how old am ولا is ولا are you؟ برافو. احنا اتفقنا مع بعض لو شفنا you يبقى على طول نجري نختار مين؟ R اللي هي صاحبة اليو. طيب كده يبقى خلصنا revision unit 4. دي كانت اهم النقط اللي فيه. لو احنا دخلنا على unit 5 هنلاقي فيه افراد العيلة. برافو. عندنا مين الناس؟ اكبر ناس موجودين في العيلة الجد والجدة. يعني ايه جد وجدة؟ grandfather، grandmother، grandfather، grandmother.
لو احنا خبينا كلمة grand هيتبقى father. طيب father لوحدها يعني اب. مين الشاطر اللي يقولي حرف الذال اللي هو ايه هنا؟ ممتازين، التي والاتش father. طيب هنا كلمة grandmother، لو خبيت كلمة grand يطلع عندي المتبقي كلمة mother. طب mother يعني ايه؟ يعني ام. برافو. بعد كده عندنا كلمة brother يعني اخ، وsister اخت. طيب انا دلوقتي بوري صور عيلتي لاصحابي، فبقى صاحبي اللي قاعد جنبي كل شوية يشاور على صورة من الصور ويقول له مين ده ومين ده. تعال نشوف يعني ايه بقى مين ده. عندنا كلمة هو، هنبدأ طبعا من عند ال H. ليه؟ ال W هنا مش هنطقها، يبقى who is this، من هذا؟ he is my father، ده مين؟ ده أبي. who is this، من هذا؟ he is my father، هو أبي. who is this، من هذه؟ she is my mother، هذه أمي أو هي أمي. يبقى الأب عشان هو مذكر أقول عليه، والأم عشان هي مؤنث أقول عليها she. طب يعني إيه هي وشي يا ميس؟ هي معناها هو وشي معناها هي. يا ترى الصوت ده طالع منين؟ من الاس والاتش. الاس كل ما تقف جنب الاتش تعمله ش. يبقى اس واتش مع بعض يعملوا حرف الشي. نبص مع بعض الكلمات اللي في حرف الاف واللي في حرف التي. عندنا كلمة flag، flag علم، family عائلة، فادي اسم شخص اهو هيبدأ بحرف ايه؟ كابيتال تي. شاي، اتفقنا حرفين متحركين ورا بعض، هنطق الاولاني طويل والتاني مش هنطقه، يبقى تي. تي في، تري، نفس الحكاية كأنه هنا حرف ايه؟ مد واحد. نفتكر مع بعض ان التي والاتش نطقناها ث زي كلمة thank you. please، please من فضلك او لو سمحت. لما اجي اطلب حاجة من حد اقول له please لو سمحت. طب الاس يا ميس هنا ما نطقتهاش ليه please؟ مع ان هي اس نطقتها زاد. هقول عشان هي واقفة ما بين حرفين متحركين اللي هما الاي والاي، فاضطريت ان انا انطقها زي الزاد، بقت اسمها please. تعالوا مع بعض نبص على الأسئلة دي، وبرضو نوقف الفيديو نحل لوحدنا وبعدين نشغل الفيديو مرة تانية. choose اختار. she is my، هفتكر كده انه she بتاعت ايه يا حبايبي؟ بتاعت المؤنث. نبص هنا كده في الاختيارات هنلاقي father و brother و sister. فين هنا المؤنث؟ برافو، كلمة sister، لان father و brother مش هينفع. he is my mother ولا grandmother ولا father؟ طبعا هنا كان في father بس مش باين، يبقى هو ايه؟ he is my father. this is ولا am ولا are my father؟ نفس الحكاية، this هيجي وراها مين؟ is، لان احنا لما كنا بنشاور على الاب كنا بنقول this is يعني هذا يكون، يبقى this عندنا ده ايه؟ اسم اشارة. اما اجي اشكر حد اقوله thank I ولا thank you؟ thank you. ممتازين. نبص مع بعض على اخر حاجة revision unit 6، ده بيتكلم عن الآلات الموسيقية، فبيقول let's play music، يلا نعزف موسيقى. الآلات الموسيقية اللي عندنا هي كلمة flute يعني مزمار، عارفين الزمارة اللي بنلعب بيها؟ أيوة. triangle، مثلث كده وبيبقى معايا زي عصاية، وبعد أخبط هنا ما بين الأضلع بتاعة المثلث وطلع إيه؟ صوت موسيقى. اسمه ايه؟ اسمه تريانجل، تريانجل. ها، جيتار، جيتار. درام، درام. طبلة، درام. بيانو،
piano piano music music يعني موسيقى ها music. تعالوا مع بعض نطلع الـ odd one out يعني نعمل دايرة على الـ odd one أو الكلمة المختلفة. dog doll flute. عندي dog و doll و flute. مين فيهم حرف الـ O كلمة dog و doll؟ ممكن احنا نطلع flute على ان هي المختلفة على اعتبار ان هي آلة موسيقية، انما دول ودوج مش آلات موسيقية. ممكن نطلع الفرق بحاجة تانية، ان الدوج والدول يبدأوا بحرف الدي، انما فلوت تبدأ بحرف الاف. طيب هنبص على جيرل وجرين. الاتنين بيبدأوا بحرف جي. مين اللي مش بتبدأ بجي؟ كلمة بول. طيب ريد درام جيتار. الجيتار والدرام من الآلات الموسيقية، انما ريد ده كولر لون. بعد كده حبايبي عندنا بعض الافعال المهمة اللي جات في يونت 6 زي الفعل سي. عندنا سي هنا معناها ايه؟ معناها يرى. سي فيها 2 اي، وقلنا لما يكون في 2 اي ورا بعض هنطقهم كحرف مد طويل، فهقول سي يرى. I can see with my. يا ترى انا هشوف بايه؟ برافو. with my eyes بعناية. بعد كده عندنا فعل smell. smell يعني يشم. طيب I can smell. استطيع ان اشم بايه؟ with my nose. nose يعني بأنفي مش بالإيرز طبعا. taste معناها يتذوق. هتذوق هستعمل ايه وانا بتذوق؟ my mouth. ممتازين. يبقى اقول I can taste with my mouth. استطيع ان اتذوق بفمي. كلمة hear. hear يعني يسمع. ال H الوحدة هنطقها ه. برضو عندنا الاي والاي هعملهم كحرف مد. يعني ايه؟ يعني هقول الاولاني طويل، حرف الاي ده هنطقه طويل، وهوقع الحرف التاني كأنه مش موجود. يبقى hear يسمع. بسمع بايه يا حبايبي؟ باذني. يبقى I can hear with my ears. بسمع باذني. كلمة touch. touch معناها المس. عندنا السي والاتش هنا صوت التش ده. طيب I can touch. انا اقدر المس بايه؟ with my hands. بايديا. I can touch with my hands. استطيع ان المس بيدي. طبعا مش ايه؟ مش بعناية. احنا هنا مطلوب مننا حبايبي ان احنا نختار الكلمة اللي بنختارها هي اللي بنعمل عندها داي. بكده حبايبي يبقى وصلنا لنهاية يونت المراجعة بتاعتنا يونت 6. ان شاء الله استنوني في فيديو قادم باذن الله لحبايبي الصغيرين سنة اولى. واحنا باذن الله يا حبايبي بعد لما نخلص مراجعة الكتاب بتاع الترم الاول هنشرح مع بعض الكتاب بتاع الترم الثاني درس درس، وهنحكي قصة كمان جميلة جدا موجودة في اخر كتاب الترم الثاني. ان شاء الله مستنياكم حلقات ممتعة. ارجوكم تابعوني. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.